ورا بعض واقفين بالألوف عاملين صفوف متشبكين ومفرطين زي الحروف. فينا كل واحد خد له دور وفي الطابور عاقل ورا طايش وجنبه فيلسوف. أيامنا دور شطرنج عمال يتلعب ولا مننا بنغلب ولا احنا بنتغلب. أيامنا دور شطرنج عمال يتلعب ولا مننا بنغلب ولا احنا بنتغلب. مكسب خسارة نتيجة عمالة تتقلب طبيعي سنة الحياة ألف اتجاه وجهات نظر دغري ومشيها على عمى واحد رجع والتاني تاه ويا اللي تاه. شوف مين تفرق ومين ناوي تكمل معاه. مشهد مكرر بينا والظاهر قدم صح وغلط باطل بحق بيتصدم. وبعدين سعادتك ظابط الدورية اللي انت بتقول عليه ده ما قبضش لي عليها ساعتها وكنا خلصنا. للأسف لا يا فندم، كلهم كانوا لابسين أقنعة. عملتوا ايه في موضوع الونش يا معتز؟ كالعادة مسروق ومتبلغ بسرقته من يومين. انت ايه رأيك في أقوال أكرم وماهر؟ هو في ايه؟ انتوا عندكم قضايا كتير مش لاقين حد يشيلها تشويها لي ولا ايه؟ أنا عارف، عارف إنك هتعملها قصة وفيلم وحدوتة. نقول تاني يا سميحة، كنت راكب عربية جنب واحد صاحبي خش في توك توك وربنا ستر وجات على قد الخدش، ارتحتي ولا نقول تالت؟ بقول لك يا فتحي، العميل الجديد هيعدي عليا بكرة عشان ياخد الشيكات بتاعته ويسلمنا بقية فلوسنا. أيوة يا مستر شوبر، أنا بقيت على اتصال بشوبر خلاص. لا لا ما تقلقش، ما تقلقش خالص. ده حد عنده مشكلة صغيرة كده هنزل خلصها له إن شاء الله. أنا غلطانة، أنا رخصت نفسي معاك. زبالة واطي زي اللي قبلك. الله يخرب بيتك وبيت اللي يقعد يرغي معاك ولا يتكلم معاك في أي حاجة. يا سميحة ارحميني،
ارحميني لوجه الله وسيبيني الليله دي في ليلتك السودة دي، انا مش ناقصك. النيابه بعتلي استدعاء، عايزين يحققوا معايا في سرقه شيكات عامر الديب. ده شيء طبيعي ومتوقع. طب وانا اعمل ايه؟ اتصرف ازاي يعني؟ ايه رايك يا استاذ شكري في الاتهامات اللي بيوجهها لك عامر بيت الديب؟ والله يا فندم كل ده كلام فارغ ولا اساس له من الصحه. بعد اذنك يا باشا، انا برهان المحامي حاضر مع شكري الباشا. انا كان ليا يعني تعليق صغير كده على الاتهامات اللي موجهه لموكلي. اتفضل يا استاذ برهان. اولا الاتهامات اللي بيوجهها عامر الديب لموكلي من غير اي دليل، لو خدنا بالكلام دوت، خدنا اي كلام بيتقال يعني، المساله هتبقى فوضى، فوضى ملهاش اول من اخر. ثانيا، يوم ارتكاب الجريمه شكري باشا كان عامل حفله كبيره قوي، ده فيها رجال الاعمال ولفيف من الاقتصاديين، ده بمناسبه رجوع مصر والعمل فيها تاني. اذا مش معقول يعني يكون موجود في الحفله وفي نفس الوقت يبقى موجود في مكان الجريمه وساعه وقوعها. انا استطيع ان اقدم لك عشرات الشهود بل مئات الشهود. يا استاذ برهان، الاستاذ شكري مش شرط يكون موجود في مكان الجريمه علشان يكون هو اللي مرتكبها. ممكن جدا يكون رتب لها وجاب ناس مخصوصه علشان تقوم هي بعمليه السرقه دي، فمش شرط يكون هو اللي قام بيها بنفسه. انا اسف، اسف يا فندم، انا بعترض على طريقه الكلام دي. توجيه اتهامات بالتحريض والتامر لموكلي يعني. شكري الباشا رجل اعمال كبير وله اسمه وسمعته. مساله انه يعمل عمل اجرامي بنفسه او عن طريق اي حد تاني مساله خطر جدا. تعرض اسمه وسمعته للخطر. وبعدين مين قال ان الخزنه فيها شيكات؟ مش ده فيه شك؟ الشك دايما يفصل لصالح المتهم. خصوصا ان الخزنه كان فيها حاجات تانية واتسرقت برضه. فيها اوراق، فلوس، مستندات. وبعدين التهمه اللي بيوجهها عامر الديب لموكله دي احتمال تكون غير صحيحه. تلفيقه يعني. وخصوصا ان كان في خصومه من زمان ما بين موكلي وما بين عامر الديب. وما تنساش حضرتك ان اللي بيحقق في القضيه حضرة الضابط المقدم طارق رفاعي، وده يبقى جوز بنت عامر الديب نورهان اللي كانت متجوزه من موكلي. هو طلقها لما عرف انها على علاقه بالسيد طارق رفاعي. وما تنساش سعادتك ان من كام يوم السيد طارق الرفاعي ضابط المباحث اعتدى على موكلي بالضرب. في محضر بالواقع دي. ده غير شكوى اتقدمت في وزاره الداخليه للقسم المختص. اظن كده وبعد كل الادله اللي انا قدمتها لسعادتك يعني الموضوع بقى واضح جدا. تهمه كيديه ضد موكلي ملهاش اي اساس بالصحه. وبناء عليه اطلب من سعادتك الافراج عن موكلي من سرايا النيابه بضمان محل اقامته. وشكرا. يعني ايه يا معتز؟ يعني ايه النيابه تفرج عنه محل اقامته؟ يعني مفيش اي دليل عليه على الاتهامات اللي وجهها له حماك عامر الدين. ده غير كمان حسب ما سمعت ان كان معاه مين محامي؟ معاه برهان الحاوي. وده مش اي محامي، ده يقدر يخرجه من اصعب قضيه. بس انا بقى معتز متاكد ان شكري الباشا هو اللي ورا اللي حصل ده، وهفضل وراه لحد ما اجيبه واثبت عليه. ازاي؟ ازاي يا استاذ شوقي؟ ازاي النيابه تفرج عنه؟ يعني خلاص؟ الشيكات اللي اتسرقت دي راحت عليا؟ وكمان سي زفت شكري يطلع منها زي الشعره من العكيمه؟ ازاي؟ اه يا سيدي خلصتني. اه ايوه ايوه ايه؟ لا يا استاذ ده مش كلام، ده اسموش كلام. انت استنى يا مران، بقول لك ايه؟ انت المحامي الخاص بتاعي، المستشار القانوني المدفوعة كلها. يا بابا قلبك استنى انا بقول لك يا بابا بالراحة. بقى انا شاوي. الله ايوه يا استاذ شاوي، اسمع لما اقول لك. انت لازم تشوف لك صرفة مع الزفت ده اللي اسمه شكري. لازم اشوفه في السجن، لازم اشوفه في السجن. اهدى يا بابا. فاهمني يا استاذ؟ يا بابا عشان خاطري، عشان خاطري، عشان خاطري يا بابا. الدكتور قال الانفعال ده خطر جدا على صحتك. صحتي؟ أوي. ماشي. بقى حتة كلب زي ده يقتحم الشركة بتاعتي ويفتح خزنتي ويسرقني وفي الآخر النيابة تفرج عنه
ويطلع منها زي الشعره من العجينه. مش ممكن يا بابا، هدي نفسك ارجوك. طز في الفلوس، طز في الشركه، طز في كل حاجه. المهم انت ناسي الدكتور محذر ازاي؟ احنا لازم نرجع المستشفى عشان نشوف موضوع العمليه، واذا كنا هنعملها هنا ولا بره. مش وقته الان، مش وقته. احنا في ايه ولا في ايه يا بابا؟ مش عارفه اعمل لك ايه عشان تهدى. يا بابا حرام عليك، انت كده بتاذي نفسك. انا عايزاك تطمن. انا اللي مطمن قلبي ان طارق هو اللي ماسك القضيه وقال لي ان خلاص هانت وان شاء الله هيجيب نتيجه. ايوه الله الله، هو يعني انا مخوفتك بستاري بتاعك ده؟ يا فرحتي بيكي انت وسي طارق. ليه بس يا بابا؟ طارق ده يا حبيبتي اقصى حاجه هيعملها هيقعد يتحنجل ويلف ويدور ويعمل شارلوك هولمز ويعمل لي فيها فيلا، وفي الاخر لا نطول لحق ولا باطل من شكري. يا بابا ليه بتقول كده بس؟ خلي عندك ثقه شويه في طارق. طارق ظابط شاطر، وبكره تشوف. طبعا شاطر، ده تقولي لي شاطر قوي، شاطر جدا. عارفه جوزك اللي اسمه طارق ده اللي انت جايباه ده بكتير ويروح يلعب مثلا عسكر وحراميه في الحاره عندهم اللي اتولد فيها. لا 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 يا بابا، فكرتك وحشه قوي عن طارق. عموما مش مهم، سيب الموضوع ده دلوقتي. برضه مصمم انك ما تجيش معايا المستشفى؟ وبعدين نبقى نشوف حكايه المستشفى دي. طيب ممكن بقى تفك من اللي انت فيه ده، وغلاوتي وغلاوه سوها تشرب بق ميه، وحياتي عندك. خدني جنبك كده. عارف يا حبيبي زمان كنت بتديني معلقه الدواء وانت بتضحك في وشي، ما تخلينيش احس ان انا مقصره، خلينيش احس ان مهما عملت برضه مش هتسمع كلامي. على فكره يا بابا، انت اغلى حاجه عندي، انا محتاجه لك قوي. وانت اغلى حاجه عندي يا حبيبتي، وانا ليا مين في الدنيا غيرك. يعني سيادتك عارف ان النيابه افرجت عن شكري؟ اه طبعا عارف. طب وسيادتك ناوي على ايه؟ احنا بنكمل شغلنا عادي جدا، ولو في اي ادله جديده ظهرت هنقدمها للنيابه فورا. في الحقيقة أنا عديت على سيادتك عشان أبلغك إن عامر بيه زعلان قوي، خصوصا إني متأكد إن شكري هو اللي عمل كده. وطبعا اقتحام مجموعة عامر وسرقة الخزنة مش معقول يعدي بالسهل كده، والبركة في سعادتك بقى. أستاذ شوقي، لو سيادتك جاية عشان توصيني فأنا مش محتاج توصية في شغلي. أما بقى لو عامر بيه هو اللي بعتك فياريت تطمنه، قول له إن إحنا بنشوف شغلنا كويس قوي، وأكيد مش هنسيب اللي عمل كده يفلت. رسالتك وصلت لطارق بيه، وعموما أنا آسف كنت أزعجت حضرتك. لا مفيش إزعاج ولا حاجة، تشرفوا تنس في أي وقت. السلام عليكم. وعليكم السلام. إيه اللي خلاكي تتسرعي وتكلميه بس يا كارما؟ لا الحمد لله إنه حصل كده دلوقتي عشان أعرفه على حقيقته. وعرفتيه يا أختي؟ آه عرفته. عرفت إنه ما يفرقش عن اللي قبله كتير. ويمكن أندل منهم كمان. أول ما لقى الموضوع دخل في الجد بكل بساطة خلع. لا وفوق كده بيقفل السكة في وشي. بس أنا أعمل إيه يا علا؟ هو اللي ضحك عليا. عامل نفسه عايز يساعدني وبيتقرب مني. بس أنا برضه غلطانة. أنا اللي رجعت أثق في رجالة من أول وجديد، ما كانش لازم أعمل كده في نفسي. أول ما لقى الموضوع دخل في الجد خد ديره في سناني وقال لي فكيك. معلش. ما تسرعش في الحكم عليه يا كارما، مش يمكن عنده ظروف؟ لا مفيش ظروف ولا حاجة، أنا متأكدة من كده. بس أنا خلاص فقت، مش هضحك على نفسي تاني ولا هسيب حد يضحك عليا. ايه ده يا كارما؟ ده أول مرة أشوفك تتكلمي بالمرارة دي، وأنت حبيتيه يا بنتي للدرجة دي؟ مش عارفة، بس أنا شكلي حبيت الصورة ده اللي رسمتها له، وللأسف ملهاش أي علاقة بالحقيقة. بس أنا خلاص
من هنا ورايح انسي كارما القديمه دي. كارما القديمه دي ماتت. هشوف نفسي واتبسط واعيش حياتي بالطول والعرض. وقت اللزوم اجرح لكن ما تجرحش. خلاص اهدي طيب. اهدي 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 يا حبيبتي. شكرا يا كارما. عايز رخص وشي. طب اهدي بس. حول الله يا رب. ايه ده؟ اسراك يا فتحي، مش من عادتك يعني اتاخر؟ معلش الدنيا كانت زحمه شويه. مالك يا فتحي؟ في ايه؟ مفيش. مفيش ايه يا راجل؟ واحنا لسه نعرف بعض النهارده؟ ده احنا عشره عمر. شكلك بيقول في حاجه. انا حافظك كويس قوي. صدق بقى انت كده قلقتني اكتر. ما تتكلم يا فتحي، تقول في ايه؟ فورته كبيره يا اسراك. فتحي هات من الاخر وقول لي اللي حصل. اكرم وتربط قبض عليهم. قبض عليهم؟ قبض عليهم ازاي؟ اكيد حصلت حركه غبيه في العمليه الاخرانيه خلت البوليس يقدر يحدد شخصيتهم. العمليه مشيت زي الفل، الحكايه غير كده خالص. انت هتنقطني بالكلام يا فتحي. يلا ما تتكلم وتقول اللي حصل على طول. نياد من عدمها. هو يا اخويا سيد اتاخر كده ليه؟ الغايب حجته معاه. هو المفروض ما كانش يخرج وانتوا العين عليكم، لحسن حد يقطره كده ولا كده، وساعتها هروح كلنا ورا الشمس وانا هضيح في الرجلين. إيه؟ بسببك يا خفيف انت وهو. ايه الفال المنيل ده؟ سيد مش عيل صغير هيقدر المصلحه ويرجع في السريع. يسمع من بقك ربنا، لان ساعتها ولا اعرفك ولا اعرفه، هتبقوا مجرد زباين مأجرين الحوش وخلاص. ساعتها بيقولي اللي انت عايزه تقوليه. او سيد رجع اهو، اطمنت عليه يا اختي. ايه ده؟ انت كنت قلقان عليا قطعا خلي الله. لا يا اخويا كنت قلقان على روحي يا ريشه. المهم يا واد الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. قولولي تحبوا تتعشوا ايه الليله دي؟ اللي جودي بيه عسل. اي حاجه من ايديكي زي العسل بجد والله. طب واسع يا راجل انت وبطل تلزيق يا اختي. حبيبي يا رفا روح المعنويه من الهبوط. سيبك من نار العفش ده واقعد وقول لي عملت ايه. بص يا عم غنيم، الحكايه مش سهله. المجوهرات دي معروفه وصفه منشوره، واي حد يخاف يجي جنبيها لا يروح فيها كلابوش. يعني ايه؟ محدش عايز يفصل فيها؟ ما هو اللي بيفصل فيها بيخفس بيها الارض عشان عارف ان هي مشمومه. يعني بقى معانا كنز زي ده ومش عارفين نصرفه، هنقعد مدفونين جنبه في التراب؟ نعمل ايه يا صاحبي؟ نحس ذكر بعد عنك. طب والعامل؟ العامل عمل ربنا يا عم غنيه. مفيش حل في الليله دي غير حاجه واحده بس، ان احنا نهدي اللعب خالص لغايه لما الانظار تبعد عننا. والانظار مش هتبعد عننا الا لو. لو ايه بقى يا شر خلي الله؟ انا شايف دماغك كده بتعكر في حاجه. عندي سكه، السكة صعبة وطويلة وعايزة ترتيب مظبوط. ترتيب مظبوط آخر حاجة. يعني إيه الصندوق راح منك يا فتحي؟ أنا قلت لك اللي حصل يا سراج. أنت عارف معنى كلامك ده إيه؟ أنت كده هتدخلنا في مشاكل لا ليها أول ولا آخر. لا أصحاب الصندوق هيصدقونا ولا هيرحمونا. إيه ده يا سراج؟ خلينا نعرف نفكر بعقل. وأنت خليت فيها عقل. أنا من الأول ما كنتش مستريح إن الصندوق يفضل معاك، لكن قلت لنفسي لا يا واد، فتحي ده تقيل وعاقل وهيعرف يحافظ على الصندوق ويحطه في نن عينيه. لا طلعت لا تقيل ولا عاقل
وخليت عير رد سجون وعلمه الاتنين يقرطسوك. هو مين اللي كان دخل رد السجون ده بينا؟ مش انت يا سراج ولا نسيت؟ وقلت لك نخلص منه، لكن للاسف انت ما طلعتش قد الحكايه وسبته، وهو اللي هيخلص علينا. وكل ده بسبب ايه؟ بسبب اهمالك انت يا فتحي. انا مش هحاسبك على الكلام اللي انت بتقوله ده عشان انا مقدر حالتك، لكن صدقني لو في وضع تاني كنت حاسبتك عليه. لا تحاسبني ولا حاسبك، الصندوق كان في عهدتك انت وانت اللي مسؤول عنه، يعني المفروض انت اللي ترجعه. لو الصندوق ده مرجعش انت اللي هتشيل الحكايه كلها لوحدك، وانت عارف بقى فتح في شغلانتنا اللي بيقع بيجرى له ايه. عارف يا سراج، عارف كويس قوي، زي ما انا عارف اللي بيقع بيحصل له ايه في شغلانتنا دي، زي ما انت برضو عارف ان انا فتح زدان اللي ما بيقعش بسهوله، ونهار ما هيقع هيهد المعبد على اللي فيه، او زي ما بيقولوا يا روح ما بعدك روح. اتمنى يا فتح انك تقدر تلم الموضوع بسرعه قبل ما يوصل، وما يكونش مجرد كلام، يبقى فعل حقيقي. كنت هنسى، يا ترى جبت معاك الشيكات ولا دي كمان حصل لها حاجه تانيه؟ ان سيد واللي اسمه غنيم اللي معاه ده وراهم يا بنت مصيبه. وانت يا اختي لسه عارفه الموضوع ده دلوقتي؟ ما الحكايه باينه من اولها زي عين الشمس، ولا هم يا اختي جايين يشموا الهوا في الطوره؟ جربت، ما انا كنت يا اختي فاكره الحكايه خفيف خفيف، لكن من طريقتهم ودودتهم مع بعض عرفت ان الحكايه وراها مصيبه تقيله، ودول يا اختي لو اتشدوا هنتشد معاهم والحكايه هتطبل على راس الكل. وبعدين بقى انت هتسيبي مفاصلي ليه كده؟ ايوه، ما هو مش عشان كان ملطوش هنتجرف الرجلين يا عينيا. طب وبعدين يا اختي هنعمل ايه؟ انا هسيبهم كده يا بنت كام يوم لاجل خاطر الواد سيد، وبعدين امشيهم بالطريقه عشان لو جد في الامور امور لا نعرفهم ولا يخصونا. ايوه، ونقول يا اختي كمان ان انت كنت عارضه الحسن للايجار، جم اجروه واحنا يعني مش هنعمل لهم فيش وتفتيش. هو ده يا بنت يا ماجده، الله يفتح عليكي. انا كمان هجيب المدهول اللي اسمه سيد واقول له يزود المعلوم حبتين، يا اما هو والنحنح بتاعه يوروني عرض كتافهم. بنتي فين يا سعاده الباشا؟ دنهايه فين؟ بنتك في المستشفى وحالتها مستقره. اشوفها يا باشا، اطمن عليك. الزياره ممنوعه دلوقتي. اطل عليها ان شاء الله من بعيد بس يا باشا، انا قلبي محروق عليها، انا برضه ام. انت ما بتفهميش يا ست انت ولا ايه؟ الباشا بيقولك الزياره ممنوعه. الله يجازيه بقى اللي كان السبب. قصدك مين؟ مين غيره؟ جوزها كان منكد عليها عشتها ليل ونهار بعمايله السودا. عمايله السودا دي بقى اللي هي ايه؟ خناقات يا باشا، ليلاتي خناقات. اصل بعيد عنك هو أمرتي وكان موريها المرار ليل ونهار. عشان كده هربت مع غنيم؟ ها؟ انت تعرفي اللي اسمه غنيم ده؟ ابدا، ولا عمري حتى شفته. امال ميرفت عرفته منين؟ الله اعلم يا باشا. قالت لك انها كانت هتهرب معاه؟ ها؟ ما تنطقي على طول، انت هتلف وتدور بينا ولا ايه؟ لا، انا هلف وادور ليه يا باشا؟ انا لو اعرف حاجه هقول على طول، ده كل اللي حصل ده حصل من ورا ظهري، والبنت المسكينه دي كانت هتروح فيها. الهي ربنا علاوي والمفتري يا رب. ماشي يا ام ميرفت،
عموما مصير ميرفت تفوق وهنستجوبها، واذا اتضح بقى ان انت مخبيه عننا اي معلومات لاسباب خاصه بيكي انا مش هعتقك. طب بس انت ادعي لها ربنا يقومها بالسلامه كده وياخد بيدها. اخوي اي خدمه تانية يا باشا؟ لا يا ستي تقدري تروحي، بس لو افتكرتي اي حاجه مكتبي مفتوح لك في اي وقت. وخلي بالك الحكايه كبيره، يعني احسن لك لو افتكرتي اي معلومه تيجي تقوليها لي بدل ما تروحي في الرجلين انت وبنتك. عمرك يا باشا، لو افتكرت حاجه هاجي اقول لحضرتك على طول. اه هو احنا لينا غير الحكومه تنصفنا وتجيب لنا حقنا؟ بالاذن يا باشا. اتفضلي. ايه رايك في الكلام اللي قالته ده؟ انا حاسس ان عندها معلومات بس شكلها خايفه تتكلم. مش مهم، ادينا مستنيين لما ميرفت حالتها تتحسن وناخد اقوالها. جايز ميرفت تقول لنا معلومات مهمه. اتفضل. اهلا يا باشا. خير يا عبد الواحد؟ الاستاذ راجع مسعود المحامي عاوز اعرف حضرتك يا باشا. راجع مسعود بنفسه ولا حد من مكتبه؟ بنفسه يا باشا. خليه يتفضل. امرك يا باشا. راجع مسعود ده مش محامي الفنانين والمشاهير؟ ايوه يا سيدي. ده هيكون عايز ايه ده؟ ادينا هنشوف. اهلا اهلا اهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا سلام. اتفضل يا استاذ راجع. اتفضل. اشكرك. اخبارك ايه؟ كويس الحمد لله، ولو ان ليا عتب كبير قوي مع حضرتك. ليه كفى الله الشر؟ هو احنا مش كان في بينا اتفاق ان اللي يوصل لمهر الاول يبلغ التاني؟ وحضرتك وصلت له بس للاسف ما بلغتنيش. والله في الحقيقه الموضوع حصل بسرعه وانا في وسط دربكه شغل، بس انا كنت ناوي اتصل بيكي. عموما انا عرفت من الجرايد، وما دام سعادتك ما بلغتنيش قلت اجي بنفسي واشوف ايه الموضوع. ومعايا طبعا استاذ راجح المحامي عشان نعرف بقى ايه بالظبط حكايه القبض على ماهر دي. لا ابدا، احنا مجرد كنا بناخد اقواله. بعدين الحقيقه ما كنتش اعرف ان ماهر تربو شخص مهم قوي للدرجه دي. ما هو لما يبقى الاستاذ راجح مسعود المحامي بتاعه اكيد ماهر ده حد مهم قوي. الحقيقه انا ما اعرفوش، انا محامي لليلى هانم السعيد من فتره طويله، وما بقدرش طبعا اتاخر عنها ولا اقدر اتاخر عن اي حد يخصها. هو ممكن بعد اذن حضرتك اطلع على المحضر الخاص بماهر؟ عدوي ايه اللي جابك؟ قلت اعدي اطمن عليك كده واشوف ايه الاخبار. سيل عدوي تعال تعال يا عدوي. هو ايه اللي حصل لتربو لما راح يشوف اكرم في المديريه؟ مفيش، من ساعه ما تربو راح لاكرم لا حس ولا خبر. هي دي مش حاجة تقلق ولا إيه؟ أنا مش قلقان على تربو وأكرم، هما يعرفوا يتصرفوا كويس، محدش هيقدر ياخد منهم حق ولا باطل. أمال إيه اللي قلقك طيب؟ البت ميرفت والواد غنيم لو البوليس قبض عليهم وطرطشوا بالكلام ساعتها رجلنا كلها هتيجي في الموضوع. هو في حد فيهم اتقبض عليه؟ مش عارف. طب أعسلك عس على الموضوع ده؟ لا خليك انت بعيد زي ما انا قلت لك. انت بس لو تفطمني انت ناوي على ايه؟ النهارده لغايه بكره لو تربو واكرم ما ظهروش هشوف محامي كده من حبايبنا يروح يعسلنا ويفهم ايه الموضوع بالظبط. طب والصندوق اللي اتسرق؟ الصندوق الصندوق ده بقى المصيبه الكبيره، لازم يرجع لاصحابه طبعا باي تمن. بس خلينا في اللي احنا فيه، نطمن بس على اكرم وتربو وبعدين نفوق لحكايه الصندوق دي. عموما يا صاحبي انا تحت امرك في اي حاجه تطلبها مني، ومن ايدك دي لايدك دي. حبيبي عدو طول عمرك ابو الرجاله. بقول لك ايه، انا عايزك تكن في بيتك اليومين دول، وانا هبقى اقول لك دايما الاخبار الجديده، ولو احتجتك في حاجه هبقى اكلمك. أمين.
السلام عليكم. عليكم السلام. بقى ده كلام يا حضرة الضابط؟ عايز تفهمني انه عضو في تشكيل عصابي خطير بالشكل ده يجي لحد المديرية ويخشها برجليه؟ ده كلام ولا الصورة اللي انتوا طابعينها وتنطبق على الاف المواطنين واللي لسوء حظ ماهر انه له ملف عندكم هنا وفي صورة من ايام الحادثة بتاعته؟ اسمح لي يا طارق بيه، اسمح لي، انا اسف، انت مالكش اي مصوغ في القبض عليه ولا حتى في احتجازه. احنا كان لازم نجيبه ناخد اقواله ونتاكد. حقك تتاكد بس مش اكتر من 48 ساعه، اكتر من 48 ساعه مخالف للقانون، وحضرتك يا اما تفرج عنه يا اما تحوله للنيابه، واوعدك لو حولته للنيابه هفرج عنه من سرايا النيابه في 5 دقايق وبدون اي ضمان. يا طارق بيه، وجوده عندك مخالف للقانون. معاك حق يا استاذ راجح. احنا عموما كنا ناويين نفرج عن ماهر والجدع اللي معاه اللي اسمه اكرم. احتجاز ماهر واكرم اكتر من كده ملوش اي لازمه. احنا بس كنا بنقفل المحاضر وزمانها اتقفلت. عين العقل يا حضرة الضابط. انا بعد اذنك هاخد ليلى هانم وننتظر بره لحد ما الاجراءات تخلص. وان شاء الله ناخد ماهر ونروح بعد اذنك. اه طبعا. هي الاجراءات هتخلص في خلال دقايق. اشكرك. لا شكرا على واجب. اتفضلي يا ليلى هانم. على اذنكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت فعلا ناوي تفرج عنهم؟ اه هفرج عنهم يا معتصم. بعد المجهود اللي احنا عملناه وبعد كمان النيابه ما افرجت عن شكري؟ ايوه يا معتز، لان ماهر واكرم مفيش اي دليل ملموس عليهم، يعني لو قدمناهم للنيابه النيابه هتفرج عنهم بعد 5 دقايق زي ما عملت مع شكري الباشا بالظبط، وساعتها شكلنا احنا اللي هيطلع وحش جدا. احنا كده ما عملناش حاجه، كل مجهودنا ده راح على الارض وكانك ابو زيد مغازيل. بالعكس، الكلام ده يبقى صح لو فضلنا مخلينهم هنا، لكن بقى لو خرجناهم وحطينا عينينا عليهم وعملنا لهم مراقبة صح هيوصلونا لباقي أفراد العصابة، وساعتها نقدر نجيب عليهم أدلة عشان لما نقدمهم للنيابة نبقى ضامنين إن هتحولهم للجنايات وياخدوا الأحكام اللي يستاهلوها. افرج عنهم يا معتز بس ما يغيبوش عن عينينا لحظة، عايز تقرير يومي بتحركاتهم. خلاص يا طارق اللي أنت شايفه. اتفضل امضي هنا. وانت اتفضل امضي هنا. يلا اتفضلوا مع السلامة. ان انت هنا وما جيش. عايز اعرفك على استاذ راجح مسعود المحامي اللي ليه الفضل بعد ربنا ان انت تخرج من هنا. طبعا استاذ راجح يعني غني عن التعريف. انا بصراحه يا فندم مش عارف اقول لحضرتك ايه. ولا اي حاجه خالص يا ماهر، ما تقولش حاجه. اظن انا كده اديت الواجب اللي عليا. اسمحي لي بقى هنصرف عشان عندي مشاكل ومشاغل كتير جدا، ولا تأمريني بحاجه تاني؟ لا متشكره قوي قوي يا استاذ راجح. تحت امرك يا ليلى هاني. معلش تعبتك معايا. ولا تعب ولا حاجه. تحياتي. سلام عليكم. وعليكم السلام. مش يلا بينا بقى من هنا؟ ماشي بس انا مش لوحدي. مفيش مشكله خالص، انا معايا عربيه بره وممكن اوديكوا في اي مكان انتوا عايزينه. احنا مش هنمشي يا ماهر. يلا اكرم. يلا. اتفضلي. تروحوا على فين؟
بقول لك ايه يا اكرم؟ انا رايي نعدي على فتحي على طول، اكيد هيموت من القلق علينا. خليك على طول يا ريس، وانا اقول لك نخش الليل. لعلمك بقى انا مش هسيبك تزوغ مني زي المره اللي فاتت. حاضر يا ليلى، هعمل لك كل اللي انت عايزاه. حاضر. يا معتز مشي؟ ايوه. والمراقبة وراهم. ايه يا طارق؟ انت في حاجة قلقك؟ في حاجة غلط يا معتز، في حاجة مش راكبة. لو ربطنا الخيوط دي كلها ببعض هنلاقي في حلقة ناقصة، أو مش حلقة، دي مفصلة رأي سيء. يعني علاقة أكرم بميرفت، وميرفت بغنيم، وغنيم بسيد ريشة، وماهر اللي جه قال ان هو صاحب اكرم وهو متهم من اول عمليه، كل الامور دي مربوطه ببعض. لكن اللي مش راكب بقى هو ظهور شكري الباشا في الحكايه، وهو الوحيد اللي ليه مصلحه في سرقه الشيكات من مجموعه عامر الديب. لكن ايه اللي لم شكري الباشا على الناس دي؟ ايه اللي لم الشامي على المغربي؟ الموضوع ده ملوش عندي غير تفسير واحد ومنطقي، ان في شخص هو اللي بيحرك العصابه دي، الشخص ده هو اللي بيحدد لهم الاهداف والمهمات اللي يقوموا بيها لصالح ناس تانية، زي موضوع شكري والشيكات. قصدك تقول ان في شخص ورا كل اللي بيحصل ده ماسك كل الخيوط في ايديه وبيحرك الاحداث زي ما هو عايز؟ بالظبط كده. والشخص ده بقى انا متاكد ان هو ولا ماهر ولا غنيم ولا اكرم ولا اي حد من الناس دي، ده حد دماغه كبيره وموزونه. ما احناش لاقين جوكر ولا